بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11 من مادة تحريك الأجسام ثلاثية الأبعاد 3D Animation. سنقوم خلال هذا الدرس بتلخيص ما تم شرحه سابقا لموضوع الكوبي بيست بوزز، وإن شاء الله راح نحاول نطبقه على الووك سايكل على البايبد ليتم استخدامه لاحقا. خلال هذا الدرس لا يوجد صوت، فأرجو من الجميع متابعة الخطوات خطوة بخطوة.